مرحبا، بما انه ما ضل حدا الا وعمل الباتر بوي ترند، قلت لازم اعملها بس بطريقه كتير زاكية وبطريقه انا بحبها وبفضلها للفطور. لازم انتم تجربوها لانه بتشهي صراحه. دهنت البويض بشويه لبنه نفس ما انتم شايفين، وحطيت فوقه زيتون اخضر وزيتون اسود مقطع على شرائح، والخيار استخدمت هيك قشره البطاطا وزينتها بهاي الطريقه حطيتهم، وضفت معهم الرمان، غير انه بيعطي لون كتير حلو وانتعاش، بيعطي طعم كتير زاكي لهاي الدب. وضفت معهم النعناع، فيكم طبعا انتو تقطعوها، وضفت معهم كمان البندورة الكرزية قطعتها هيك سلايسز، وزعتر وزيت الزيتون وفستق. الفستق اختياري بهاي الوصفة، بس بيعطي طعم زاكي كمان للناس اللي بتحب المكسرات. حمصت شوية خبز وقدمتها مع الشاي، فطور بشهي صراحة. قد ما شفت ترند الزبدة الفرنسية طار عقلي، هلا بدي اعملها بطريقتي العربية، شو رأيكم؟ يلا تعمل زبدة فرنسية وتكون دسمة منيح. هلا انا مش كتير فنانة بس راح اضبط قد ما بقدر. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نرشف شوية فستق حلبي، بس كيف بدنا نحطهم؟ كأنها تري، شجرة العز يا رب والسعادة وهداة البال. هلا شو هنحط؟ الحلاوة هنحطهم جنب الفستقات هيك. منجيب زهر الليمون ومنحطه هيك، وردات صغار. وهلا راح نحط مربى الورد، هنحطه هيك، شوفوا. نعمل خبزات صغار وأحلى باتر بورد بالعالم.